بناء على توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات الدعم والعون للأشقاء الفلسطينيين في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به، ودعوة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب للمواطنين والمقيمين بفتح باب التبرع ومنح شرف المساهمة للجميع في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلنت اللجنة البحرينية الوطنية لدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني في غزة عن تنظيم حملة لجمع التبرعات بعنوان يوم التضامن مع أهالينا في غزة نحن معكم. نعم، الحملة ستكون على الهواء مباشرة بالتعاون مع تلفزيون البحرين الساعة 5:30 مساء يوم غد الجمعة الموافق للعشرين من أكتوبر، ودعت المواطنين والمقيمين للمساهمة في هذه الحملة الوطنية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والأوضاع الإنسانية الصعبة الذين يمرون بها جراء الحرب الدائرة في غزة. وبين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لدعم ومناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بأن البرنامج سوف يستضيف عدد من الشخصيات الوطنية من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال للحديث حول أهمية المساهمة في هذه الحملة الوطنية والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتوحيد الجهود والعمل يدا واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الحرب، ما يعكس المواقف الثابتة والواضحة والمشرفة من القيادة والشعب البحريني مع الأشقاء في فلسطين.